معي من الشارقة دكتورة سمر بدوي، صيدلانية والخبيرة في البدائل الطبيعية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة سمر. ما البدائل الطبيعية؟ نعم نعم معك. أهلا وسهلا دكتورة سمر. ما أهلا البدائل بك. الطبيعية التي يمكن أن نعتمد عليها بغسيل الفواكه والخضروات للبعد عن أي شيء كيماوي قد يضر أو قد يجعلنا نضطر ل تقشير الفواكه، ودائما لا يحبذ هذا الموضوع؟ صحيح، طبعا مثل ما احنا بنعرف انه الأغلبية الخضار وخاصة الخضروات الورقية هي بتحتوي على كمية هائلة جدا من المبيدات الحشرية، كما انه المياه المسقية فيها المروية فيها او المغسولة فيها، بمعنى انه من ما ابتداء من انها تطلع من المزرعة حتى توصل الى يد المستهلك، فهناك بعض عديد من الأيدي تتداولها وكثير من الأماكن تخزن بها، فبالتالي بتحتوي على كمان مش بس اللي هي بعض المبيدات الحشرية، أيضا المواد الحافظة وأيضا بعض اللي هي الجراثيم للأسف اللي بتتكاثر فيها. فهون مثل ما أنتوا نشرتوا هلأ حاليا بالتقرير، بيكربونات الصوديوم من أأمن المواد الفعالة جدا والآمنة جدا على صحة الإنسان بأنها تتخلص من جزء كثير كبير من العوالق والجراثيم والمبيدات الحشرية التي تكون بالفاكهة والخضار والأوراق والخضروات الورقية. فبالتالي إضافة بعض من البيكربونات الصوديوم إلى ماء الشطف خاصة الأوراق الخضروات الورقية مثل ما أسلفت، فهون انت بتتخلصي بطريقه كثير كبيره وبكميه كثير كبيره من العوالق والجراثيم. غير الورقيه، ما اكثر الفواكه او الخضروات التي تحمل البكتيريا؟ نعم. يعني دائما نعم. هناك تخوف من الفريز، الفراوله، صحيح؟ لماذا؟ صحيح صحيح، الفراوله نتيجه الحبيبات الموجوده على قشرة الفراولة، واحنا ما بنقدر انك اذا كنت بتقشير الفراولة خسرتي 75% من فائدتها وليست فقط 50%، فهون عشان احنا نضمن انه ناخذ الفائدة من هذه الفاكهة بدون ما نخسرها وبنفس الوقت نكون ضامنين انه احنا تخلصنا من جزء كثير كبير من الجراثيم والبكتيريا والمبيدات الحشرية، بنقوم بغسلها ببيكربونات الصوديوم. لكن كمان بنفس الوقت بعد ما ننقعها يعني بفتره قليله بنقوم بشطفها بالماء النقي. هذه نقطه كثير كثير مهمه. طبعا لا يجب ان يبقى عليها حتى لو نحن نتحدث عن محلول افضل من غيره. هل نحتاج لهذا المحلول بيكربونات صوديوم لكل الفواكه او الخضروات، ام يفضل من دونه عندما لا نحتاج، يعني عندما نتحدث عن فواكه او خضروات لا تحمل كل هذه البكتيريا مثل التفاح مثلا؟ لا، انت بتقصدي انه الفاكهه والخضروات اللي هي الاورجانيك، تمام؟ بغض النظر. لا لا هلا ممكن، لكن التفاح احنا خلينا ننتبه لنقطه كثير مهمه، انه للاسف عندما يصل التفاح ليد المستهلك بكون اصلا هو مشمع، بكون جزء كثير كبير منه خاضع لماده شمعيه، وهذه الماده الشمعيه صعب جدا انها تروح حتى بالمي او بالبيكربونات الصوديوم. لكن ممكن نتخلص من جزء كثير كبير منها، اما للاسف عن طريق تقشيرها وهون احنا بنكون خسرنا كمان من فائدتها. نعم. او انه السكين نفسها وليست الجهه الحاده، الجهه الاخرى نقوم بتمريرها على جلده التفاحه مره او مرتين، وهون بتكوني انت بتلاحظي وجود الشمع على حفه السكين حتكون موجوده. لكن بيكربونات الصوديوم لها ايضا فاعليه قويه جدا لصحه الانسان على فكره، اذا يعني هلا حاليا هو زي لايف ستايل عند كثير من الاشخاص انه يضعوا ربع ملعقه صغيره من بيكربونات الصوديوم بكاسه ماء صباحا ويتناولوها صباحا، بترفع من قلويه الجسم، بتخفض من حمضيه الجسم. نعم. وبالتالي هذا يعتبر درع في وجه الامراض. أنا أشكرك على كل هذه المعلومات القيمة من الشارقة دكتورة سمر بدوي، صيدلانية والخبيرة في البدائل الطبيعية.